ذاك الذي من نوره كون أضاء بثاره والكل صلى بذكره صلوا عليه وآله. هو الشفيع وهو الحبيب المصطفى صلوا عليه. قبل خلق بني آدم حدث أمر عظيم هنا يسمى بالعهد والميثاق، وهو حوار بين الله سبحانه وتعالى وبيننا، ذكره الله سبحانه وتعالى بالتفصيل في سورة الأعراف. فأين أرض الميثاق وماذا حدث هنا؟ دكتورنا الغالي، حديثنا اليوم عن أرض الميثاق، وهو العهد الذي أخذه الله سبحانه وتعالى من كل بني آدم. فأين تقع أرض الميثاق؟ أرض الميثاق كما ورد في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان، يعني عرفة. ولذلك العلماء اختلفوا في المكان، وإن كان المكانان متلاصقان، عرفة أو وادي نعمان. وادي نعمان يقع في الجنوب الشرقي من مكة المكرمة، يبدأ من أسفل جبال الهدى، طريق الطائف الهدى من أسفله يبدأ هذا الوادي، فيتجه إلى مكة غربا من هناك. فيتجه غربا إلى مكة حتى يصل إلى العابدية، وهو بجوار جنوب عرفات. هذا الوادي يمتد 30 كيلو، وله روافد كثيرة مثل وادي الكر، وادي رهجان، وادي الشرى، وفيه عيون. الأرض هذه أرض خصبة، حتى كان قديما الشعراء يتغنون بها لجوها العليل وتربتها الطيبة، وفيها إلى الآن آبار ارتوازية، وهي منتزه لأهل مكة. هذا إلى هذا اليوم؟ نعم، إلى اليوم. وإذا اشتدت الأمطار تجد السيول تسير في هذا الوادي. هذا الوادي له ارتباط بعرفات، ارتباط وثيق، أولاً ملاصق لعرفة. ولذلك قال بعض العلماء أن أرض الميثاق هي أرض عرفة، ونحن الآن بإطلال على أرض عرفات. أرض ممتدة مستوية كأنها قوس تحيط بها الجبال، وتره وادي عرنة. هذا وادي عرنة سيلتقي مع وادي نعمان، فالارتباط وثيق. أرض عرفة هذه الأرض أيضا في جنوب شرق مكة، وتبعد عن الحرم 18 كيلومتر. هذه الأرض مساحتها، أرض عرفة، 10 كيلو و400 متر. الأرض هذه هي أرض الآن كما تلاحظها أصبحت غابة من الأشجار، لم تكن قبل ذلك. نعم، من كل مكان، في كل مكان. نعم. قبل 40 سنة أتي بالشتلات من شجر النيم من السودان. 40 سنة فقط. 40 سنة. نعم. أنا أدركتها لم تكن فيها أشجار إلا بسيطة، يعني جر. ثم بدأ مشروع تشجير عرفات، عمل خيري، قام بزراعة هذه الأشجار حتى وصل إلى 300,000 شجرة. نعم. أصبحت هذه الأشجار ظل ظليل في عرفات الحجيج، وتقيهم من حرارة الشمس. محمد صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم عليه السلام مسح على ظهره، فأخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، ثم أخذ عليهم العهد والميثاق. فقال الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. تأملت في الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على عباده في عرفات أو يوم عرفة أو في نعمان التي بجوار عرفة، فتذكرت شوق وحنين المؤمنين في أقاصي الدنيا، في شرقها وغربها،
رجالا ونساء، شبابا وشيبان، عربا وعجبا، كلهم يريدون أن يقصدوا الأرض التي أخذ منهم الميثاق فيه. يأتون ملبين لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، بالتوحيد كلهم يعيدون الشهادة مرة ثانية كما أخذها الله سبحانه وتعالى عليهم في الميثاق في عالم الذر. هكذا يؤكدون بتوحيد الله بأن الله هو الرب، فتأتيهم الرحمات. في عرفة أرض الرحمات ومغفرة الزلات ورفع الدرجات والعتق من النيران. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو فيباهي بهم الملائكة، يباهي بهؤلاء العباد الذين جاءوا موحدين. انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا، ماذا يريدون؟ أشهدكم بأني قد غفرت لهم. وهنا يأتي الإعلان على دحر الشيطان، كما في الحديث: ما رؤي الشيطان يوما فيه أدحر ولا أصغر ولا أحقر من يوم عرفة. لما؟ لما يرى من رحمات الله سبحانه وتعالى. فيعود الناس بعد الوقوف في عرفات كيوم خلقهم لا ذنوب لهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. المصطفى صلوا عليه. عقيل من مانشستر، ملاكم سابق من أصول جامايكية، الفطرة السليمة والدعاء الصادق كانوا دليله إلى الله سبحانه وتعالى. قصة عقيل هي رسالة لكل من يصارع فطرته السليمة، وهي رسالة أيضا للبحث الصادق عن خالقك الذي أوجدك في هذه الحياة. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. My name is Akil. I'm 54 years old. I have 5 children. MashaAllah. Alhamdulillah. 3 daughters, 2 sons, they're twins. I started boxing when I was 14 years old. I had about 60 fights as an amateur, and then I turned professional. I had 14 professional fights. When I left boxing, I then did a degree in youth work. Yes, boxing, alhamdulillah. I did a degree in youth work, and I'm a youth and community worker at the moment, and I'm also a qualified personal trainer, alhamdulillah. Yeah, so I was born to, like, my parents were, they came here from Jamaica in the early 60s. I was a fifth of 5 children, last child. When I was, at the age 13, 14, I discovered boxing. And I took up boxing, and I was doing quite well. And growing up in Old Trafford in Manchester, very multicultural area, but there were still kind of like remnants of kind of like racism and I wouldn't even say racism, I'd say more ignorance. شيخ عقيل، بعض الأزمات التي مرت بك أيقظت الفطرة السليمة التي في داخلك، وهذه الفطرة موجودة عند كل البشر، هذه الفطرة السليمة. أخبرني، ماذا حدث لك؟ So whenever I think about what's happened, I kind of see it as like a timeline, and every now and again I'll see something different in my story. So I think the first time that I recognized that there was something there and there was someone there who was bigger than me was I was 17. I just finished school and I was going to get my driving license. And me and my friend were in a competition who could get the driving license first. And it was a big thing because it's like part of your manhood. I said to God, look, if you're out there, I want to pass my test first. I want to pass it so much that I'll even sacrifice this fight. So I'll lose this fight if I can pass my test first. So that night I went out and I fought this guy, and I should have beat him, and he battered me. But the next week I passed my driving test. So from there I knew that there was something between that conversation I had here and someone out there who answered that. So from there, this is where that, I suppose, that conscious journey began of searching, well, who is that person, who is that being, and what is my duty towards them. فكانت هذه الحادثة وإن كانت بسيطة وغير مهمة بالنسبة لنا، لكنها مهمة بالنسبة له.
فهي أول تواصل حقيقي بين عقيل وخالقه، وهذا من أثر الفطرة الموجودة في قلبه. الفطرة هي نفسها التي ذكرها الله سبحانه وتعالى عند كل مشرك. في وقت الحاجة والاضطرار يلجأ العبد لله سبحانه وتعالى مخلصاً بقلبه، فقال عز وجل: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. وبعد فترة من الزمن أصاب عقيل مرض يتطلب أن يجري عملية جراحية. في ذلك الوقت بدأ التواصل الفطري الثاني مع الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. And it was very painful. I couldn't walk. It was painful to sit down, and you know, I was in a lot of agony. You're really worried. So I remember again, okay, you know what? I need to have that conversation again. So I said, look, God, you know, please take this away from me. Take this away from me. And the next day, it's gone. You know, my doctor said, look, this thing will keep coming back because it's a very simple thing, but it will keep coming back. So you need to have this operation. I think the first time I heard about Islam, in my local area, we had, there was like a group of shops called the cooperative, the co-op, you know, like you hear about now. We used to have one on the corner of our, top of our street. I mean, I always grew up with Muslims. There was Muslims at school, but we only understood Islam to be for Pakistanis because most of the brothers were Indian or Pakistani. So we saw Islam as Pakistani culture as opposed to it being a religion. نحن بحاجة لجهد كبير في الدعوة لنصل إلى نداء الفطرة الموجود في قلب كل البشر. تخيلوا عقيل مع أن حوله مسلمين لكن ما كان يعرف عن الإسلام شيء واضح، إلى أن أسلم أحد أصحابه وهو من جامايكا واستغرب كيف يسلم شخص من جامايكا، لأن كان عقيل يظن أن الإسلام خاص لأهل باكستان والهند فقط، وبدأ مع صاحبه بنقاش طويل عن الإسلام. He explained when we spoke with him. He explained that obviously in this, that it's not a culture, that Islam is a religion for everybody. He explained about Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم. He explained about the Quran. He explained about the miracles of the Quran and the authenticity of it, and kind of like what Islam was and the things like the brotherhood. 3 months later again, same thing. Comes back, go to the doctor, antibiotics doesn't work. But this time the doctor says, you know what? If it doesn't go down, you're gonna have to have an operation. Operations, we're not confident with operations because it's a knife, and obviously where it was, I was very worried in case anything happened. And then this is the time when the brother, he came back from Hajj and he gave me this booklet, How to Live a Peaceful Life According to Islam. And this gave me confidence because I knew that whatever Allah wanted for me, was going to happen. I can't change it, so just accept it. And this is where you get your peace from. So I remember the day of the appointment, I went to the wrong hospital. And as a result of that, when I got to the right hospital, I was last. So all the time I was there, I was in my hospital bed, I would hear someone's trolley go. And I'm thinking, oh my gosh, this guy's going to have his operation now. And I become nervous. And I just remember this booklet, How to Live a Peaceful Life According to Islam. It's already written. Whatever Allah's got written for you, it's there. You don't need to panic, you can't change anything. So that would calm me down. And eventually, when I went for my, it was my turn, and I was being wheeled into the operating room. I remember they had the anaesthetist, he was ready to go and inject me with to put me to sleep. And the doctor said, look, just let me check one more time. And he looked confused and he says, look, we can't find it. So he called somebody else, maybe 3 different consultants, and they're trying to find this, they can't find it. Can't find it, so we can't operate. So go home. If it comes back again, then we'll do. Just call us up. We'll get you straight in. And I went back to the hospital room, and I says, "This is a sign." And I just got on the phone to my friend. Said, "Look, bro, I'm going to take my shahada." I went out of the hospital, went straight to him, and we took shahada, and alhamdulillah. شيخ، أنت نطقت بالشهادة وقلت لا إله إلا الله واللهم لك الحمد دخلت في الإسلام، كيف تغيرت حياتك؟ ما أثر الإسلام عليك؟ So I remember the night I took my shahada. It was a Sunday evening. I had work in the morning. I remember when I woke up,
it was like, it's like a weight is gone from here. Normally my alarm goes off and I'm thinking, no, snooze, snooze. I don't want to go. This morning, wake up, boom, up. And just like for the first time alive. And I remember walking down the street to catch the bus and just noticing everything. أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ I was walking down the street and I felt that people were staring at me. And one of my colleagues at work, my boss, she, when I walked in, she looked shocked. And she says to me, have you been on holiday? So I says, no. She says, just like your face looks bright. SubhanAllah. And yeah, so alhamdulillah. SubhanAllah, and it was just like, there was no problem in the world. Just, you know, we hear about being at peace. This is what this was. I can remember, part of my journey, I remember I met some brothers, some English brothers who had reverted to Islam. And I think it was at this point when I said to myself that this is the religion I want to follow, because they had this, what I understand now as Sakina, where they were totally at peace. And when I looked in their eyes, I just saw peace and I saw calm and I saw happiness. And this is the thing that I'd wanted. Go deeper and we begin to study about the seerah of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and how, subhanAllah, how kind he was, you know, his mercy. النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشخصيته وسيرته كان لها أثر كبير في نفس عقيل. كيف رجل أمي صلوات الله عليه يأتي بكلام مثل القرآن بعمقه وبلاغته وما فيه من قصص وتأملات لا يعلمها أحد من البشر. يقول الله سبحانه وتعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. That kind of blew my mind. How is someone who can neither read nor write to create this book? And obviously then goes into some of the evidence in the book in terms that it can't be copied and, you know, it's not been altered since the day it's been written as we've had it. And there are people that are there who preserved the book by memorizing it. So this was kind of like profound, and it's trying to work out, well, how could this man have done this without divine intervention? So that was the kind of conversation, just recognizing the greatness of the Prophet صلى الله عليه وسلم. صحيح والله. كل من يسمعني الآن ويريد أفضل نموذج بالأخلاق فعليه بسيرته صلى الله عليه وآله وسلم. ومن يريد أفضل قائد وصاحب فعليه بسيرته صلى الله عليه وآله وسلم. ومن يريد أفضل زوج وأب فعليه بسيرته صلى الله عليه وآله وسلم. You look at the Prophet صلى الله عليه وسلم. There was the story where he had guests at his house, and Aisha was annoyed about something رضي الله عنها, and she came in and she threw the plates on the floor. If that was to happen to us, we'd be so angry. Even if we didn't say it, we'd have anger in our hearts. We'd think, what's this? What's wrong with this woman? She's crazy. This, that, and the other. The Prophet صلى الله عليه وسلم smiled. This is the mother of the believers. So we can't even compete on his level. Habibi ya Rasul Allah, Habibi, anta ba'd Allah, Habibi, ya Rasul Allah, Habibi, anta ba'd Allah, Habibi, 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 ya Rasul Allah. حين خاطب الله الأنبياء ناداهم بأسمائهم يا آدم يا إبراهيم يا نوح, وحين خاطب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال يا أيها الرسول يا أيها النبي, رفعة لقدره ومنزلته وبيانا لفضله. وفي هذه الأيام نسمع ممن ينتمون إلى أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من يرفع صوته على سنته ومن يسيء الأدب معه وينتقص من قدره ويعترض على أحكامه. فرسالتي لك أنت, أعرض عن هؤلاء واحذرهم وتأدب مع نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأدب القرآن وليكن قدوتك. أو تعلمون من هو ذاك الذي قلبي هوى ما كان ينطق عن هوى ما
من غيثه قلبي ارتوى. ذاك الذي من نوره كون أضاء بثاره والكل صلى بذكره. صلوا عليه وآله. هو الشفيع وهو الحبيب المصطفى. صلوا عليه. بكلامه قلب يلين وبكفه فاض الحنين. مكارم الأخلاق فيه الصادق البر الأمين. بكلامه قلب يلي وبكفه فاض الحنين. مكارم الأخلاق فيه الصادق البر الأمين. هو الشفيع وهو الحبيب المصطفى.